السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حديثنا الليله عن كيف نامن من الجوع والخوف هذا سؤال كبير صار يشغل بال الكثير من الناس بل حتى المجتمعات والشعوب والحكومات مسؤولين كبار في العالم بدأوا يتساءلون كيف نحمي أنفسنا من الجوع والخوف لأن نقوس الخطر بدأ يدق سمعنا بعض المسؤولين في العالم الغربي يقولون بأن عصر الوفرة وعصر الكثرة قد ولى وأدبر ونحن الآن في مواجهة عصر فيه ندرة في الانتاج وفيه جزع وفيه خوف من القيام الحروب والصراعات العسكريه كيف نامن من شبح الجوع والجفاف وكيف نامن من الخوف الجواب جاء في ايه قرانيه مباركه ذكر فيها رب العزه السر في كيف نأمن من هذا الجوع ومن هذا الخوف؟ قال جل جلاله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هذه الايه المباركه جاءت في سياق في الحديث عن عن قوم قريش في زمن من الازمان كانت هناك المجاعات وكانت هناك الحروب وكان هناك قطاع الطرق وكان هناك الصراع بين الناس وكان الاشخاص يخافون على امنهم ويخافون على سلامتهم ويسعون لضمان عيشهم فربنا عز وجل قال لآلاف قريش آلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ما معنى هذا اطعمهم من جوع؟ اي اطعمهم رب البيت اطعمهم من الجوع لان الجوع بئس الضجيع لانه يحمل شبح الموت للجائع فكما تعلمون جميعا بان في التاريخ القديم كان اهل مكه يسكنون بواد غير ذي زرع كانوا عرضه للجوع وللجدب ووصف الله تعالى تلك المنطقه فقال بواد غير ذي زرع هناك الجفاف ليس هناك امطار الناس يحتاجون الى الماء قطره ماء ولا يكادون يجدونها بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولكن الله تعالى فيما بعد سوف يوسع لهم الرزق ويمهد لهم السبيل فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كانوا يشعرون أن تتلقاهم القطاع الطرق يؤدونهم فربنا عز وجل جعلهم في أمن من التعدي عليهم والتطاول على أموالهم وأنفسهم وقد قال ربنا عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم كان الناس يتخطفون كانت هناك تسيب، كان هناك ما يسمى بالإنفلات الأمني بلغة العصر، وكان هناك كل من من وجد الفرصة فإنه يظلم ويخطف ويعتدي، كما قال أولئك القوم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء القوم بأن أعطاهم الامن الغذائي والامن الامني. الامن الامني هو الامن من الخوف والامن الغذائي هو ان فتح الله عليهم ابواب الرزق وابواب الكرم. وهذا كله لم ياتي بتخطيط ولم ياتي ببرامج ولا بتجمعات ولا باستراتيجيات ولا باستيراد تجربه ناجحه من المعسكر الشرقي او الغربي وانما جاء كل هذا بدعوه صالحه. مجرد دعوة صالحة جاءت من القلب انها دعوة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر فأولئك القوم كانوا في في معاناة فحماهم الله تعالى حماهم من من الحبشة ومن حولهم ومكن منزلة هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت مكن منزلة في القلوب والنفوس وصار الناس يحترمون هذا القوم في أسفارهم لأنهم جيران البيت يذهبون آمنين ويعودون سالمين غانمين لا أحد يمسهم بسوء على كثر ما كان في ذلك الزمن من السلب والنهب والغارات التي لا تنقطع إذا أيها الأحباب الكرام إشكالية الجوع وإشكالية الأمن في عصرنا هذا هي كانت في كل العصور لكن في عصرنا هذا الجوع ونقصان الأمن يزداد كل يوم في عالمنا خصوصا الجوع يزداد لأسباب طبيعية وأسباب بشرية لا تخفى عليكم مشكل المناخ والتصحر ومشاكل الاستغلال السيء للطاقه كل هذه اسباب طبيعيه لمساله الجوع وهناك اسباب بشريه ان الانسان يفسد في هذه الارض وانه لا يتقن ولا يحسن استغلال الموارد الطاقيه التي وهبها الله تعالى لعباده الخوف ايضا صار يتفاقم في النفوس الناس بدأوا يشعرون بالخوف، الكثير من سألته مرض الخوف موجود، صار يسكن فينا. هناك من يخاف على نفسه. وهناك من يخاف على أولاده وعائلته. وهناك من يخاف على ضياع ماله وثروته. وهناك من يخاف على ضياع منصبه. وهناك من يخاف على وطنه وبلده. فالناس صاروا يخافون من المستقبل، يخافون هذه التغيرات. التي تحدث بسرعة في العالم. قديماً الإنسان كان يعيش حياة بسيطة وكان يقنع بالقليل. اليوم الناس كلهم عندهم رغبة في التملك ورغبهم هل من مزيد هل من مزيد؟ قديماً كان يقال من يملك بقرة ونخله لا يجوع أبداً. من يملك بقرة ونخله لا يجوع أبداً. النخلة تعطيك الثمر. وتستضل بظلها والبقرة تعطيك الحليب ثم بعدتك اللحم اليوم عندنا أبقار كثيرة ونخيل لا يعد لا يحصى ومع ذلك الناس يشتكون من الجوع أيام زمان الناس في غالبيتهم كانت بنيتهم نحيفة لأن المشي كان هو رياضتهم والعمل اليدوي يستهلك طاقتهم الزائدة والبساطة كانت تضلهم نحن اليوم عندنا الوفرة فغالبيه الناس لا يواجهون النحافه مشكلتنا اليوم هي البدانه بسبب الراحه الكثيره والطعام الوفير ولا نكاد نمشي وليس هناك عمل يدوي يستهلك الطاقه الزائده وما بقي هناك بساطه تغيرت الاشياء في زماننا والخوف ايضا ايها الاحباب الكرام بدا يكثر الناس ايام زمان لا خوف لديهم على انفسهم وعائلتهم كانت بيوت الناس أيام زمان وأبوابهم مفتوحة وأطفالهم يحتضنهم الجار قبل الدار والغريب عندهم محترم ما لم يظهر عداوة وبغضاء هكذا كان الناس لكن اليوم صار أخوف ما يخافه الناس هو الجوع والخوف ولاحظنا في التاريخ لما ظهر بعض الحكام المستبدين إذا أرادوا أن يمعنوا في عدب شعوبهم يسلبون منهم هذه النعمه، نعمه الامن ونعمه الجوع. اذا سلبوا منهم الامن صار عندهم خوف، واذا سلبوا منهم نعمه الطعام شعروا بالخوف، هكذا كان يفعل الحكام المستبدين بشعوبهم اذا ارادوا ان يخوفونهم. لكن اليوم هذا يقع تدريجيا، نسمع تقارير عند بعض المسؤولين بان هناك عالم الوفره قد ولى وادبر. والآن لا بد أن نقتصد في كل شيء نقتصد في الماء أولا نقتصد في الطعام نقتصد في الطاقة ثم الخوف من نشوب صراع بين الدول المجاورة ويؤدي إلى نوع من الحروب ويذهب فيها الأبرياء قبل المسؤولين فالسؤال الذي ربما قد يتبادر إلى ذهن الجميع ما المنجى من الخوف ومن الجوع الجواب كما سلف الذكر في هذا المقطع من السوره فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم امتن على هؤلاء القوم بالنعم العظيمه وهيئ لهم اسباب المعايش وامنهم من المخاوف واطعمهم واغناهم لهذا ايها الاحباب الكرام نعمه الامن الغذائي والامان من الخوف هاتان نعمتان ضروريتان في الحياه. لا يمكن تصور الحياه بدونهما. لانه لولاهما ما حملت امراه ولا وضعت انثى ولا تربى طفل ولا عاش انسان ولا رعى حيوان. اذا ذهب الامن الغذائي والامن الامني من الخوف لا تعد هناك حياه. فمن النعم التي انعم الله بها على عباده وعليهم ان ان يدركوها. ويستحضروها دوما. هو نعمة الأمن. ربنا عز وجل يقول ممتنا علينا جميعا بنعمة الأمن، قال: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". فإذا لم يكن هناك ظلم في المجتمع، الناس إذا كانوا مؤمنين، الذين آمنوا، آمنوا عندهم الإيمان بالله، يستحضرون وجوده، ويستحضرون نعمه. ولا يظلم بعضهم بعضا. القوي يرحم الضعيف ولا يتجرا عليه بسلب ماله واستعباده بل ينشر العدل. اذا كان هذا الايمان زائد العدل فربنا قال سيكون هناك الامن بين الناس. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا في نعمه الامن. اما في نعمه الغذاء فربنا عز وجل يمتن علينا ويقول: ايها الانسان، انظر حولك، انظر الى هذه الارض، وانظر الى الامطار، وانظر الى الخيرات، انظر الى هذه الخضروات والفواكه والكروم، انظر اليها. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شقنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم اشاره قويه من الله تعالى لكي نلتفت الى نعمه الغداء ربنا كريم اعطانا نعمه الامن واعطانا نعمه الغداء ووعدنا بان هاتين النعمتين لن تزول رغم التقارير الدوليه التي تدق ناقوس الخطر رغم الدراسات الاستراتيجيه التي يقولها خبراء في الأمم المتحدة بأن العالم مقبل على مجاعة وعلى حروب كل هذا إذا كان عندنا العبادة والطاعة لرب البيت فليعبدوا رب هذا البيت سوف نضمن نعمة الأمن ونعمة الغداء على طول لأن هاتين النعمتين اجتماعهما لابد فلا عيش مع الجوع ولا عيش مع الخوف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما تحيزت له الدنيا بحذافيرها لفقف الصباح الباكر وقال الحمد لله كاين الأمان ما كاين لا حروب لا قطاع طرق كما الحمد لله الواقع في بلادنا المغرب العزيز زاده الله أمنا وإيمانا نشعر بالأمن فعلا نشعر بالأمن تشعر أنك تصبح آمن ومعافا في بدنك يعني صحتك عافية ولو يكون هناك مرض بسيط لا بأس به فكلنا ذلك الإنسان ولكن في العموم معافين في أجسادنا عندنا قوت يومنا يعني الحمد لله كان شي بركة بها اليوم اليوم لن نمد أيدينا عندنا قوت اليوم إلى عندنا هذه الأمور الثلاثة آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه أنت هو السلطان فكأنما حيزت لك الدنيا بحدافرها أنت عندك الدنيا كلها هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدر نعمة الله علينا لأن بعض الناس لا يقدرون هذه النعم كيشعر دائما عند النقصان دائما إذا سألته يقول هناك النقصان ويبدي عدم الرضا ويبدي الاستياء ومنهم من يبدي التمرد وكيبقى دائما يعذب نفسه ويعذب من حوله ولكن القليل يكفي مع الشكر للنعم والرضا بما اعطانا المولى. ربنا عز وجل جعل ضمان الاحتياجات الغذائيه او ما يعرف بحد الكفايه. الفقهاء في الشريعه الاسلاميه ملي كيتكلموا على الاحتياجات الغذائيه كيسموها حد الكفايه، يعني الامن الغذائي بلغه العصر. هذا جعله الدين من واجبات المجتمع والدوله نحو افرادها. فالدوله والمجتمع لا بد أن يعملوا ويجتهدوا لتوفير الاحتياجات الغذائية ما يعرف بحد الكفاية فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذه الأمور وإذا رجعنا إلى العهد المشرق من تاريخنا الإسلامي التليد نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على توفير الاحتياجات الغذائية للمسلمين ومن ينظر إلى التدابير والاجراءات التي قام بها عند الهجره كيف وفر الاسكان، وفر المأوى، وفر الاطعام، وكان هناك نزاع على المياه، لان هناك ندره كيف نظم السقي في الاراضي الفلاحيه بالمياه، وكيف نظم كذا وكذا، ثم اهاب بان يكون هناك تضامن وتكافل. نفس المنهج حافظ عليه الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سياستهم الراشده. كانوا يعملون على تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية للمجتمع فباش نحافظوا على على السلامة ديال المجتمع احتياجات غذائية ضرورية موجودة وبأثمنة معقولة ولهذا الخبراء يقولون بأن توفير الأمن الغذائي يعد المدخل لتحقيق الأمن الاجتماعي الناس كيقلبوا على الامن الاجتماعي باش نحافظوا عليه، لابد من توفير الامن الغذائي، جميع المواد الغذائيه الضروريه موجوده في الاسواق وبأثمنه معقوله. وربنا عز وجل لانه يعلم بان بان الحياه لا تسير على نمط واحد، مره كتكون الوفره وكيكون الخير موجود، ومره كتكون الندره وكتكون قلة ربنا يعلم ذلك لان ليس دائما الاسواق والاوضاع دائما على نفس الحال. فإذا وقع هناك ندرة وقلة وفقر ربنا عز وجل تساهل حتى إنه أباح بعض المحظورات محظورات أباحها إذا كان هناك مس بالأمن الغذائي الذي قد يؤثر على الأمن الاجتماعي بل نرى في الشريعة الإسلامية أنها عطلت أحكام ليتابت ثابتة عطلتها إذا مست الإنسان في الجوع حق الجائع كما قال الله عز وجل مثلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم يعني في الطعام لا ينبغي أن نأكل الميتة لأن كلام طعام نتن مدر والدم حرام أيضا لحم الخنزير حرام أيضا وكل طعام أهل لغير الله به يذبح للأصنام أو للأوتان كل هذا حرام لا يؤكل لكن إذا كانت هناك مجاعات فإنها في حق الجائع تصير مباحه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولهذا لما انتشرت المجاعه وتدهور الأمن الغذائي في عهد سيدنا عمر الفاروق ما يسمى بعام الرماده اشتدت حاجة الناس للطعام وغلا ثمنه والأسعار صارت ملتهبه سيدنا عمر لم يطبق حد السرقه فاذا اتوه بانسان انه سرق طعاما يقول له هذا هذا العام عام الرماده رفع الحكم لان هذا حال الاضطرار وحتى لا الى هذا المقام ولهذه الوضعيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نعمل وان نجتهد وان نسعى لكي نوفر الحياه الرغيده بل كان يطلب من الصلحاء أن يكثروا من الدعاء فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيد من الجوع. كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الله يحسن الإنسان حينما يكتر عياله وتقل أمواله فإنه يتعرض لهذه المعاناة. وإذا أيضا غاب الأمن هذا الأمن اللي هو أساسي مقترن بالغذاء إذا إذا غاب الأمن فإن الأمل يفقد عند الأجيال من الشباب خصوصا في المستقبل ولهذا نجد بعض الشباب قد يبحث عن الأمل المفقود في آفاق أخرى ويفكر في الهجرة بطرق غير مشروعة ويعرض نفسه للهلاك وإذا سألته لماذا كيقول لك غياب الأمن الغذائي وغياب الأمن الاجتماعي وأسباب أخرى. لهذا نلاحظ بعض الدول بدأت تهتم بهذا الجانب أكثر من اللازم. حتى أصبحنا نسمع عن الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في ظروف آمنة حتى يبقى الناس في بلادهم ولا يهاجروا، لا يضطروا للهجرة. سؤال يطرح هنا لماذا الناس دخلوا في الإسلام أفواجاً؟ مع انهم كانوا اهل جاهليه. لماذا؟ قبل الاسلام نلاحظ بان كان غياب الامن الامني والامن الغذائي والامن الاجتماعي، كان القوي يعتدي على الضعيف، وكان الغني يسيطر على الفقير، ولم تكن هناك دوله تحمي الامن والامان. ما الذي جعل الناس مع كل هذا هذا الوضع عند العرب؟ يدخل الناس في الدين افواجا من ماليزيا ومن من باكستان ومن تركيا ومن دول كثيره الجواب هو لان الله تعالى امر بالاعتناء بهاتين النعمتين التي بسببهما دخل الناس في الدين افواجا فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ربنا عمل على طلب من هؤلاء ان يعملوا على توفير الامن الطعام والامن من الخوف. والذي حقق لهؤلاء الاعراب، كانوا اعراب لا يساوون شيء وصاروا اسياد. ما الذي حقق لهم هذا العز والامن في ذلك الزمن؟ لانهم امتثلوا لكلام الله ولانهم اتبعوا ما ارشد اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. العرب قبل الاسلام كان فيهم التسيب وكان فيهم الظلم وكان فيهم القمع. وكانت فيهم الديكتاتوريه كل كل المتالب لكنهم بعد الاسلام سمعوا قول النبي الكريم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم لا يؤذي احد المسلم لا لا يسب ولا يشتم ولا يلعن المسلم لا يقع في الغيبه والنميمه المسلم لا يكيد للاخرين هكذا المؤمن المؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم واعراضهم ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بل اكثر من هذا لم يقل المؤمنين قال كل الناس كل الناس جميعا يسلمون من المسلم من لسانه ويده لهذا ربنا قال وقولوا للناس حسنا فالله يراقب الناس والناس يخشون الله تعالى لهذا فليعبدوا رب هذا البيت جاء الفضل وجاء العطاء وجاء الكرم وبعد فتره قليله الله تعالى بدل جوعهم وخوفهم الى غنى كامل ورغم ان ال... ان لم يكن لم ياخذوا بأسباب التي تعرف عليها الناس العرب في مكه والمدينه لم ياخذوا بال... بالاسباب المعروفه وربنا اغناهم الاسباب المعروفه هي التعاطي الزراعة والصناعه والمهن والحرف ولكن هما لماذا اعطاهم الله هذا النعيم بوفره؟ اذا ذهبت الى هناك الناس لا يعملون كثيرا والوفره عندهم لأن ربنا عز وجل ببركة دعوة سيدنا إبراهيم ووعد أن كل من كان في هذه الصفة يعطيه الكثير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وجدوا الأرض قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع لكن بعد مدة أصبح أهلها أغنياء حلت عليهم البركة من الله وأمر الله تعالى البركة أن تحفهم من كل النواحي لذا قال جل علاه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اذا ايها الاحباب الكرام كخلاصه الايمان وتقوى الله عز وجل تجعل البركات تنزل من السماء وتخرج من الارض من السماء الامطار تاتي في ابانها والارض تعطي ايضا المياه وتعطي تعطي الثروات الكثيره من فلاحه وزراعه ومعادن وطاقه وبترول وغير ذلك ربنا افاض على الخلق بالبركات واعطاهم الكثير لمدى لانهم عبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ثم شكروا هذه النعم لان دوام النعم وبقاؤها بشكر منعم واخلاص العباده له كما قال جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فربنا وعد بأن يكون الأمن تام الحمد لله لا نخاف رغم نسمع دراسات وتقارير الأمن سيبقى في البلاد المؤمنة الصالحة والله تعالى يحفظ الجميع فنعمة الأمن إذن ونعمة الغداء والوفرة إنما تتحقق بعبادة الله ومراقبة الله عز وجل وتطبيق أحكامه وتجنب الظلم لأن إذا كان هناك الظلم ربنا يغضب ويرفع عنا الأمن والغداء والخوف لابد من تجنب الظلم لابد من اداء الامانه لابد من اداء المسؤوليه على وجه الاكمل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لابد من مراعاه حسن الجوار ولاحسان الى الاقارب اما من تجاسر على المعاصي واما من لم يستحضر نعم الله واما من ضرب بهذه القيم الدينيه عرض الحائط فهذا نسال الله السلامه والعافيه قد ياتي التهديد الالهي ماذا قال ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، قرية كانت آمنة فيها الأمن. في والخير والوفرة والرزق يأتيها الأمطار في إبانها الأرض لا تشح تعطي راغدا من كل مكان لكنها لم تشكر هذه النعم وتجاسرت على معصية الله ماذا قال ربنا أذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا نحن أيها الأحباب الكرام سنكون بإذن الله دوما وأبدا في مأمن من الجوع ومن الخوف وإذا سمعنا كوارث تقع في بعض البلاد كما وقع مؤخرا في الباكستان انجراف التربه والفيضانات او الحرائق التي كانت في اوروبا نحن في بلادنا ولله الحمد ما دام هناك الايمان بالله ما دام هناك تقوى الله سنزيد في هذا العمل الصالح وعدنا الله تعالى بان يعطينا الامن من عنده وان يعطينا الوفره والكثره باذن الله وسوف نسعد نحن واولادنا أو واحفادنا وسوف تزداد خيراتنا وسوف تكثر أموالنا وسوف يساعد بعضنا البعض فهذا هو المخرج من الخوف من الجوع والخوف كيف نأمن من الجوع والخوف بهذا الآية الكريمة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا على إيمان ويوفقنا لطاعة الرحمن وأن... يدفع بنا للمزيد من العمل الصالح على سنه النبي العدنان، قولوا معنا جميعا امين، امين امين يا رب يا كريم. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.